يسعد لي اوقاتكم وايامكم، فترة الصيف الحلوة والجو الحلو الرايق. انا اليوم زرت منطقة سماحيقة بطرطوس وقدموس. انا هلأ بمنتزه عشق، شايفين هاي البيوت الخشبية بالكوخ الخشبي، مناظر بتطير العقل والطبيعة بتجنن. بتمنى تكونوا معي بهذا الجو الحلو. طبعا مناطقنا بسوريا ما في مثلها أبدا، بتمنى كل الناس تجي تزورها وتشوفها. هاي الجبال والشجر، وهي الشلال اللي نازل من الجبل. يعني طبيعة ولا أحلى من هيك. بتمنى أنه كلياتكم تجوا تزوروها. هذا هو مدخل منتزه عشق اللي ورجيتكم اياه من تحت، هلأ هذا من فوق، كلها جبال كلها خضار. الشمس لسه ما طلعت، الساعة معنا هون 5:30 الصبح. أحلى صباح وأحلى قعدة. ما بعرف كيف بنظرة تعمل هاي، تاخذني بيك بتموت علي. ما بعرف شو اللي عم يسحرني، لمسة ايديك ضحكت عيني. عم حس بلون الدنيا احلى صار، عم عيش النهار بألف يضحك قلبي مثل ولاد صغار. صرت المشوار وعليك الغار، عم بعشق انا عم بخلق من ارز. اسمك انا عم اغمس خاتم عمري بالقدام. بعشق انا عم بخلق من ارز. اسمك انا عم البس خاتم عمري بالقلم. ما بعرف كيف بنظرة بتعملها، تاخدني وموت علي. ما بعرف شو اللي عم يسحرني، نظرة تمسك ايدي ضحكت عيني.
أول وجه ده اسمك أنا، عم ألبس خاتم عمري بالإدام بعشق أنا، عم بخلق من أول وجه ده اسمك أنا، عم ألبس خاتم عمري بالإدام.